طيب تعالوا نتكلم بعد كده على الاكس لينكد انهيرتنس. كلمه اكس لينكد انهيرتنس يعني دي عمليه وراثه او مود اوف انهيرتنس مرتبط بالاكس كروموزوم. انا عندي دكاتره الميل عنده اكس واي والفيميل عندها اكس اكس، فيعني من المنظر العام ده اكيد هيبقى في اختلاف ما بين شكل الوراثه للاكس لينكد ديزيزز في الميل والفيميل. ليه؟ لان الميل عنده اكس واحده فقط، تمام، والفيميل عندها 2 اكس، وبالتالي برضه هيبدأ يبقى عندي مصطلح جديد. لو تفتكروا احنا كنا بنقول في حالات الريسيسيف انهيرتنس كان لازم يبقى فيه تو كوبي من الجين اللي فيه ديفكت على الاثنين كروموزوم عشان يحصل هوموزايجوستي، عشان يبان الصفة المتنحية، عشان يبان الاكس لينكد عفوا عشان يبان الاوتوزومال ريسيسيف اي ديزيز. فنفس الفكرة برضه هنا المفروض ان انا هطبقها، ولكن تخيلوا كده ان الميل عنده اكس واحده، يعني هو ايه عنده كروموزوم واحد فقط من الاكس، ما هو الاكس ده عباره عن كروموزوم، فاهمني؟ فبالتالي الميل هنا يتحول لحاجه اسمها هيميزايجوس، يعني يكفي نسخه واحده بس من الديفكت جين عشان يظهر فيه المرض، ولكن الفيميل هتعامل نفس المعامله بتاعت الاوتوزوم ريسيسيف، لازم يبقى عندها ده اكس كروموزوم اهو واكس كروموزوم، لازم يبقى عندها نسختين من المرض او نسختين من الديفكت. انا بتكلم على ريسيسيف انيرتنس عشان يظهر فيها المرض. يبقى ده اول نقطه عندي. يبقى اذا اول حاجه لاحظتها هنا ان هيبقى في فرق في الوراثه ما بين الميل والفيميل. طيب حضرتك عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لحضراتكم ان الميل هنا فقط بيحتاج نسخه واحده من الديفكت جين عشان يظهر في المرض. طب انا هسال سؤال، هو كده معدل حدوث الامراض الوراثيه المرتبطه بالاكس كروموزوم هيبقى اكتر في الميل ولا الفيميل؟ بكل منطقيه بقى اكتر في الميلز، لان هو في حاله بس حتى الريسيسيف ديزيز محتاج نسخه واحده، فالدوميننت اصلا كده كده هيظهر بنسخه واحده يعني. فاذا الامراض اللي لها علاقه بالاكس كروموزوم بتبقى تظهر اكتر في الميلز يا دكاتره. وطبعا زي ما قلنا حته المفهوم الهيميزايجوس، هو طبعا انا كان عندي قبل كده هومو وهيتيرو، لا ده انا عندي هنا هيمي لان هو عنده نص، عنده جاست وان كروموزوم، تمام. وطبعا الميلز ريكوير اونلي وان كوبي، عشان كده الريسيسيف او بشكل عام الاكس لينكد ديزيزز هتظهر بشكل اكبر في الميلز يعني. وطبعا الريسيسيف ديزيز اكتر، لان الريسيسيف ديزيز في الميل محتاجه نسخه واحده، لكن في الفيميل محتاجه تو كوبي. طيب هو هيبقى في عندي هنا سكريبت جنريشنز؟ انت قلت ان هو الميل، يعني الميل مثلا عنده اكس واحده اللي مضروبه وعنده المرض، فتخيل كده ان الميل ده هو تورث الاكس بتاعته، هو بيدي الاكس اصلا كده كده لايه للبنات، فاهمني؟ تعالوا كده نبص على عمليه الوراثه ونحكم عليها. ده كده اكس بس ما تحت شويه عشان الكم، ده كده اكس واي اهو، وده كده اكس اكس. لو لاحظتوا هو الميل اصلا بيدي الاكس للدوترز، يبقى اكس اكس اهي، نعلم عليها علامه كده ان هي مصابه، اكس اكس كده مصاب، و اكس واي واكس واي. طيب حضرتك انا بتكلم على ريسيسيف ديزيز، طيب هو المنظر العام ده ايه كده دلوقتي؟ يعني ده شكله ايه كده؟ ده كده كارير، ده كده كارير، هما الاثنين دول كده دوترز، فبالتالي الجنريشن ده دكاتره بشكل عام مفيش فيه حد عنده هذا الريسيسيف ديزيز. ليه؟ لان الميل المصاب ورث الاكس المصابه بتاعته للبنات. طب الجنريشن اللي بعده؟ لا الجنريشن اللي بعده يظهر فيه. ليه؟ لان البنات هنا هتدي الاكس بتاعتها للصنز اللي موجودين وهكذا. فاذا الاكس لينكد ريسيسيف انهيرتنس ممكن يبقى فيها سكيب جنريشن عادي جدا. طيب من برضو نفس الرسمه دي ممكن نكومنت يعني على حاجه معينه كده، يعني هو الميل يا دكاتره بدي اكس للميل؟ لا، الابناء بتاخد من الاب الواي، فاهمني؟ الابناء بتاخد من الاب الواي كروموزوم، والواي كروموزوم ملوش اي علاقه بالحاجه اللي احنا بنتكلم فيها هنا خالص، فاهمني؟ فبالتالي نو ميل تو ميل ترانسميشن، يعني مفيش راجل هينقل لراجل الديفكت. ليه؟ لان هو بيديله الواي، والواي ملوش اي علاقه بالاكس لينكد ديزيزز، تمام؟ يبقى ناخد بالنا من النقطه ديت، لان النقطه دي جديده عن الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده، تمام؟ يبقى اذا اهو في سكيب جنريشن
عشان الافكتد ميل هينقل المرض للهيتيروزايجوس في ميل، هي كارير فاهمني، وفي ميل تو ميل، ومفيش عندي ميل تو ميل ترانسميشن فاهمني، عشان طبعا ايه انا بستخدم الحته دي ان انا افرق ما بينها وما بين الاوتوزومال ايه انهيرتنس كده. طب تعالوا نبص كده على الرسمه دي دلوقتي. انا عندي هنا اهوت ده ميل مصاب، ميل مصاب، ميل مصاب، ميل مصاب، ميل مصاب، ده طبعا ايه من الواضح كده، من الواضح كده ان دي اكس لينكد ريسيسيف، لان المرض خد فئه واحده بس اللي هو الميل، واحنا لسه قايلين الاكس لينكد ريسيسيف انهيرتنس بتبقى اكتر في الميل. طب وانت قلت ليه يا دكتور ريسيسيف؟ لان حضرتك الاب والام مش ظاهر عليهم المرض، يعني في فينوتيبيكالي نورمال الاب والام فينوتيبيكال. طب وليه قلت اكس لينكد ريسيسيف؟ انا بس بقول لك يعني ده كلام من البيدجري اللي قدامي. لان الميلز هنا هم المصابين بشكل كلي، يعني الميلز عندي هنا هم المصابين بشكل كلي، مفيش عندي في ميل مصابه يعني فاهمين. طبعا بيبقى في برضه دلالات في الكيس سيناريو بتوضح اكتر حته ان هو اكس لينكد ريسيسيف ولا دوميننت يعني. طيب تعالوا بقى نتدرب على شويه مسائل كده. اول مساله عندي يقول لك افكتد ميل هوموزايجوس نورمال في ميل، all of daughter will be heterozygous carrier. تعالوا كده نعمل affected male، الرسمة اللي احنا رسمناها من شوية affected male اهو، و homozygous normal في ميل، يعني الاكسين بتوعها سلام. فيقول لك old، تعالوا ما هنعملها احنا اهو، احنا قلنا اكس 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 واي اكس واي تمام، الاتنين دول واخدين الجين من الاب، فهو affected male homozygous normal في ميل، all of daughter will be homo heterozygous carrier. خلاص صح فعلا ال daughters heterozygous carrier. all of son will be homozygous، وفعلا كل ال son homozygous normal. طيب ناخد ال case scenario اللي بعدها. انا عندي normal carrier في ميل، normal male carrier في ميل. طيب تعالوا كده normal male carrier في ميل، ده XY ده اكس اكس ودي افكتد. تعالوا كده نشوف اكس 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 اكس، طبعا دي الافكتد، اكس افكتد واي واكس واي. طب تعالوا بقى نحدد هنا كده، انا عندي دي كده كارير، ده كده يبقى ده هيتيروزايجوس ده كارير وده هوموزايجوس نورمال، والميل خد اكسايه واحده من الام هي اللي فيها ديفكت، فده الوقت بقى ايه ده كده مصاب عندي فاهميني، يعني ده كده ايه مصاب. طب ده لا ده نورمال، يبقى اذا نورمال ميل كارير في ميل اون افريج هاف ذا سن ويل بي افكتد. ناخد بالنا ما هو انا عندي الطفل اهو مصاب، فاذا نص الاطفال الاولاد مصابين، هاف اوف ذا سن ويل بي افكتد، وطبعا ايه هاف ذا دوتر ويل بي كارير، وفعلا 50% من الدوترز ويل بي كارير. يعني يقول لك note that in this case the recurrence rate is different depending on the sex of the child. If the fatal sex is unknown is known, the recurrence rate for daughter is zero and that for sons 50%. هو فعلا لو انا بتكلم على الحالة دهيت، لو هو جاء لك في الكيس سيناريو ده الطفل ده معروف ان هو ميل او معروف ان هي في ميل، فهتعرف تطلع ريكرنس ريسك. بالنسبه للريكرنس ريسك للفيميلز زيرو فاهمني، لان هو مفيش حد فيهم متصاب، ده هي كارير. طب بالنسبه للريكرنس ريسك بالنسبه للميلز لا ده 50%. طيب بيقول لك if the sex of the fetus is isn't known then the recurrence rate is multiplied by 1 على 2 the probability that the fetus is a male versus a female therefore the sex is unknown. بالراحة بقى كده عشان نلخص الكلام ده، يعني هو لك هو اول احتمالية، يعني انا اديك حاجة بسيطة خالص، يعني انت بتضرب الاحتماليتين اللي موجودين عندك في بعض. الوقت هو احتمالية ان الطفل يكون ميل قد ايه؟ واحد على اتنين، ما هو لا اما تكون ميل لا اما تكون في ميل. واحتمالية ان واحد ان الميل ده يتصاب ايه؟ واحد على اتنين. اضرب الاحتماليتين في بعض يطلع واحد على 4 اللي هو 25%، يعني دكاترة احتمالية ان هو يكون ميل 1 على 2 1 على 2، ما هو لا اما ميل لا اما في ميل. واحتمالية ان واحد ان الميل ده يتصاب 1 على 2 برضه، اضرب الاحتمالتين دول في بعض هيطلع لك 25% ريكرنس ريسك. طيب لو هو قال لك ان هو انون 6 في الحالة دي يعني تمام.
طيب عندنا موضوع المانيفستنج هيتيروزايجوس في ميل، عشان نفهمه محتاجين ناخد نبذة عن الاكس ان اكتيفيشن. طيب ايه هو ايه الاكس ان اكتيفيشن ده؟ اول حاجة دكاترة الميل زي ما انتم عارفين عنده اكس واي، والفيميل عندها اكس اكس، تمام؟ ده كروموزوم وده كروموزوم، يعني وده كروموزوم وده كروموزوم. طيب لو جينا نبص على الواي كده هنلاقي ان الواي كروموسوم عليه حوالي 50 جين بينكود لبروتين، في جينات تانية مش فعالة، ولكن الجينات اللي بتنكود لبروتين هم تقريبا 50، ولكن الاكس كروموسوم يا دكاترة يمكن عليه مئات من الجينات يعني. فلو جينا نبص هنلاقي الميل عنده اكس واحدة والفيميل عندها 2 اكس، فبالتالي كده المفروض ان الفيميل عندها عدد من الجينات زيادة عن الميل، فده مش منطقي. بيحصل حاجه اسمها اكس ان اكتيفيشن، يعني بعمل ان اكتيفيشن لبعض الاماكن على سطح الاكس كروموزوم او الاكس او الجينات بتاعت الاكس كروموزوم، تمام؟ الموضوع ده هو بيحصل اثناء البلاستوسيست. البلاستوسيست ديت هي دي المرحله اللي الامبريو فيها بيكون مدخليه، اللي هو بيروح بقى في الوقت ده يتزرع في سطح الجدار بتاع الرحم يعني، تمام؟ فبالتالي عملت ان اكتيفيشن لبعض الاماكن، ناخد بالنا مش الاكس كروموزوم كلها، ده اماكن معينه بس على الاكس كروموزوم. فبالتالي عملت ايكولايزيشن لعدد الجينات اللي موجود في الميل وعدد الجينات اللي موجود في الفيميل. طيب في بعض بقى النقط اللي عايزين نكومنت عليها. اول حاجه عمليه الاكتيفيشن دي بتتم بشكل راندوم تماما، بمعنى ان زي ما حضراتكم عارفين برضو ان الاثنين اكس دول، واحده اتاخدت من الميل الفازر يعني، واحده اتاخدت من المازر في ميل، تمام؟ فهي اي واحده فيهم اللي حصل لها اكتيفيشن؟ لا، الموضوع بيتم بشكل راندوم. ف 50% من الخلايا الاكس كروموزوم بتاعتها اللي اتاخدت من الاب حصل لها اكتيفيشن، و 50% من الخلايا الاكس كروموزوم بتاعتها اللي اتاخدت من الام حصل لها ان اكتيفيشن. فبالتالي هاجي ابص برضو الاقي يعني عدد الاكس كروموزوم الاكتف من الاب بيساوي عدد الاكس كروموزوم الاكتف من الام، فاهميني؟ فده برضو بيعمل عمليه ايكولايزيشن. فاذا يقول لك في بعض الخلايا الاكس كروموزوم اللي بتيجي من الاب ان اكتيفيتد، والبعض الاخر الاكس كروموزوم اللي بتيجي من الام ان اكتيفيتد. دكاتره الموضوع ده كانك انت بتضرب عمله، الموضوع ده يعني راندوم بشكل كلي يعني. فبالتالي هلاقي 50% من الخلايا الاكس كروموزوم بتاعتها ان اكتيفيتد من الميل، و50% ان اكتيفيتد من الفيميل يعني. طيب ناخد بالنا بقى اتس فيكسد، بمعنى لو الاكس كروموزوم في هذا اللاين من الخلايا حصل له ان اكتيفيشن للاكس بتاعت الاب، بمعنى ان مثلا دي عندك خلايا سكن اهي مثلا يعني، ده كده في ميل اهي، الاكس بتاع خلايا السكن ده كانت جايه من الفازر وحصل لها ان اكتيفيشن، فكل الخلايا اللي بعد كده هيحصل لها اكس ان اكتيفيشن من الاب. ما هو منطقي، ما هي اصلا واخده نسخه من الخلايا دي، يعني واخده نسخه من الستيم سيلز دي. فلك وانس ان اكتيفيشن اوف اكس كروموزوم اوكي ان ذا سيل، ذا سيم اكس كروموزوم از اكتيفيتد اوف اول يعني الديسنس اللي هتيجي منها، لانها اصلا بتحصل نتيجه عمليه طباعه. طيب وزي ما قلت لحضراتكم هو انكمبليت، يعني انا ما عملتش ان اكتيفيشن لكل الاكس كروموزوم، يعني عشان تفهموا لنفسكم انا عندي اكس وواي فاهميني في الميل، انا عايز اخلي فيه شويه كروموزومات او جينات شغاله على سطح الاكس بما يعادل الواي عشان يبقى عدد الجينات عندي واحد في الاثنين. فاذا في سم ريجون موجوده على سطح الاكس كروموزوم دكاتره ما حصلهاش ان اكتيفيشن، فاهمني؟ يقول لك including the tips of both long and short arms aren't inactivated، تمام؟ طيب ال X inactivated is permanent in somatic cell ولكن ممكن يتغير في ال gametes بالراحة كده. هو دلوقتي انت لو عملت X inactivation زي ما قلت كده في خلايا من خلايا السكن من الميل، فكل الخلايا اللي هتيجي بعد كده هتبقى inactivated من الميل. طب لو عملت X inactivation في ال oocyte او الاوفم مثلا، لا ده ممكن لسه يحصل عملية تغيير. ما احنا قلنا موضوع الانكتيفيشن ده هيحصل امتى؟ هيحصل في مرحلة البلاستوسيست، فاهميني؟ موضوع الانكتيفيشن ده هيحصل في وقت البلاستوسيست. فعشان كده يقول لك ان اكتيفيشن ان بيرمننت ان سوماتيك سيل وريفرسبل ان ديفلوبنج جيرم لاين سيل بوث اكس كروموزوم ار اكتيفيتد ديورينج الايه؟ الاوجينيسيس، عشان
يعني انا برجع اعمل اكتيفيشن تاني للاكس الانكتيفيتد اثناء الاوجينيزيس، عشان ايه؟ ما ينفعش ادي اوفم اصلا الاكس بتاعتها ما تكونش اكتيفيتد. يعني انتوا فاهمين يا دكاتره، لو دي خليه مثلا هتطلع اوفم، فانا بشيل الانكتيفيشن ده عشان الخليتين الاثنين اكس يا رب يبقوا اكتيفيتد، فما ادي واحده فيهم لكل اوفم تبقى اكتيفيتد، تمام؟ وارجع اعيد بقى القاره تاني في مرحله البلاستو سيست، فاهميني؟ اشوف انهي واحده اللي هيحصل لها ان اكتيفيشن، تمام؟ طيب all X كروموزوم in a cell are inactivated except one. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي بعض الحالات المرضية اللي هو بيبقى XXX، في بعض الحالات XXXX. يا سيدي حط مليون X جنب الإكس الأولانية، فانت هتسيب لي واحدة بس اللي سليمة، والباقي ده هتعمل له inactivation، فاهميني؟ يبقى X واحدة بس دكاترة السليمة. طبعا الكلام ده كله نشوفه في شابتر reproductive، يعني اكس كروموزوم هيحصل لها بس اكتيفيشن، والباقي هيبقى ان اكتيفيتد، تمام؟ ففي جين اسمه اكس اي اس تي، هو ده الجين المسؤول عن عمليه الاكس ان اكتيفيشن. ده عباره عن ار ان اي نون كودينج، ار ان اي هو اللي بيبقى مسؤول عن تحديد الاماكن اللي هيحصل لها دكاتره ان اكتيفيشن على سطح الاكس كروموزوم، هو اختصار الاكس ان اكتيفيشن اصلا. يعني كوندنسيشن انتو هيتيروكروماتين، يعني اصلا الطرق بتاعت الانكتيفيشن يا دكاتره ان احنا نضغطها فاعملها هيتيروكروماتين. هيتيرو في عندي هوموكروماتين وهيتيروكروماتين. الهومو ده يعني مش كوندنسد، فاهميني؟ فبالتالي سهل ان انا اطبعه، لكن هيتيروكروماتين لا، ده كوندنسد، فبالتالي صعب ان انا اعمل له اكسس بالترانسكريبشن فاكتور والحاجات بتاعت الطباعه، فما بتطبعش. او ان انا اعمل ميثايليشن. الميثايليشن من اشهر طرق الانكتيفيشن في الجيناتكس والموليكولار بيولوجي يعني بشكل عام، تمام؟ فده كده يعني نبذه عن الاكس انكتيفيشن. انا بتكلم في الموضوع ده عشان اوصل لموضوع المانيفستنج هيتيروزايجوس في ميل. طبعا زي ما انتم شايفين كده ده عمليه الاكس انكتيفيشن، يعني انا قلت ان دي كده اكس اكس اهو، هي ما بتترسمش بالشكل ده، احنا بنعملها كده مجازا، يعني اكس كده واكس صغير، ولو ده الكروموزوم اهو كروموزوم صغير. ليه؟ لان ده كوندنسد او انكتيفيتد. اهو انا عندي هنا دي بلس سيست، في بعض الخلايا مثلا حصل فيها انكتيفيشن من المذر باترنال، من الاب باترنال انكتيفيشن، فعمل لي باترنال باربا. دي طبعا احنا بنرمز للاكس انكتيفيشن او الاكس اللي حصل لها انكتيفيشن بالباربا دي، تمام؟ وده الماترنال هو اللي شغال، والعكس هنا ايه حصل عندي. الموضوع ده طبعا راندوم، وهيعمل لي 50% 50% طبعا ايه من المذر و 50% من الفازر. طيب ايه موضوع بقى المانيفستنج في ميل هيتيروزايجوتس؟ انا دكاتره بتكلم في اكس لينكد ريسيسيف انهيرتنس، تمام؟ وقلت من شويه ان الميل محتاج اكسايه واحده فقط عشان يظهر في المرض، لانه ما عندوش الاكس واحده، يعني محتاج جين واحد بس يحصل فيه ديفكت، لكن الفيميل محتاجه تبقى هومو زايجوس عشان يحصل فيها المرض. طيب تخيل حضرتك دلوقتي ان انا عملت انكتيفيشن بالفعل للاكس الثانيه بتاعت الفيميل، وفي جين من اللي كان المفروض يبقى موجود منه نسخه ثانيه على الاكس الاكتيف ضربته، فاهمني؟ يعني دلوقتي جين هنا عملت له انكتيفيشن خلاص، والجين الثاني ضربته ب اكس لينكد ريسيسيف انهيرتنس، فيبدا يظهر المرض في بعض الحالات بديفكتيف جين واحد فقط يا دكاتره، فاهميني؟ يبقى انا عندي ديفكت حصل في جين، والجين الثاني كان inactivated. يعني ده طبعا عكس الطبيعي، هو المفروض يكون هوموزايجوس عشان يظهر المرض، لا. فبالتالي يبقى عندي حاجه اسمها manifesting heterozygote female. يقول لك normal female have two copy of the X chromosome, so they usually require two copies of the mutation to express the disease. ولكن في عمليه الاكس انكتيفيشن ديت، بما ان هي راندوم، هيتيروزايجوس فيميل ويل اوكيشنالي اكسبريس ان اكس لينكد ريسيسيف ميوتيشن باي راندوم تشانس، موست اوف ذا اكس كروموزوم كارينج ذا نورمال اليل هاف بين انكتيفيتد. ساتش فيميل ار تيرمد مانيفيستنج هيتيروزايجوس فيميل. زي ما قلت لحضراتكم يا دكاتره، جين ان اكتيفيتد والجين الثاني ميوتيتد. الميوتيشن دي قد تحمل بقى معنى ان ديليشن، اي نوع، اي كان نوع الميوتيشن اللي حصلت عندي، فبالتالي ده يظهر عندي المانيفستنج هيترو
زيجوت فيميل because they usually have at least a small population of active X chromosome carrying the normal allele. Their disease expression is typically milder than that of hemizygous. يعني ايه يا دكاتره؟ في حاجه تانية اسمها variable expression. يعني انا عندي المرض وانت عندك المرض اصلا، بس المرض ظهر فيها بشكل اشد. انا ما بتكلمش عن البنيترانس، بتكلم عن الاكسبريشن. فبالتالي برضو الفيميل دهيت اللي هي عندها عمليه الاكس ان اكتيفيشن، فاهميني؟ برضو المرض بيظهر فيها بسيفيرتي اقل من الميل، لك بيكوز يوجوالي هاف ات ليست a small population of active X chromosome carrying the normal allele. يعني عندها عدد كده من الـ X chromosome اللي شايلة الـ normal allele ده بيعوض الموضوع. يعني عندها عدد من الـ X chromosome يا دكاترة اللي شايلة الـ normal allele، فبالتالي مش كل الـ normal allele حصل له inactivation. احنا قلنا ان الموضوع ده ايه، راندوم 50 50 يعني، فاهمني؟ فبالتالي الموضوع او المرض هيظهر فيها بشكل مايلدر شويه عن الميل دكاتره. ده بالنسبه لموضوع المانيفستنج هيتيروزايجوت في ميل. بنتكلم على كده عن الواي كروموزوم، مش هناخد المعلومات كتير عن الواي كروموزوم. اول حاجه عندي في حاجه اسمها اس ار واي، وده جين هو عباره عن ترانسكريبشن فاكتور بيبقى مسؤول عن الانيشيشن بتاع الميل ديفلوبمنت بقى التستس والبرايمري سيكشوال كاركترستيك. يعني الكيو ارم، طبعا كيو ارم هو اللونج ارم بتاع الواي كروموزوم، عليه لارج بلوك اوف هيتيروكروماتين، يعني كوندنسد اصلا دي ان ايه ما بتترجمش. ولو حصل مايكرو ديليشن، دي نوع من الميوتيشن يعني، على الكيو ارم ده ممكن يعمل نون اوبستراكتيف ازوسبرميا، عدد السبرمس قليل عندي والموضوع نون اوبستراكتيف، يعني لان اشهر الاسباب بتبقى اوبستراكتيف ازوسبرميا. ده شكل كده الواي short arm، السنترومير long arm، الاس ار واي ريجون. يقول لك this gene is why linked because it is found only in the y chromosome، لان ده هو المسؤول عن السيكشوال ديفرنشيشن بتاع الميل دكاتره.